شافي لو كان شافي طيب لو كان شافي بعديها نتكلم. في مشروع بيان باسمنا جميعا هقرأ عليه لو موافقين بننشر. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلن جموع الفنانين بالنقابات الفنية الثلاثة التمثيلية والسينمائية والموسيقية في وقفتهم يوم الاثنين الموافق 26/11/2012 عن رفضهم التام للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية بتاريخ 21/11/2012 والذي جاء مخيبا لآمال الشعب المصري نحو دولة ديمقراطية حديثة ويكرس لحكم ديكتاتوري غير مسبوق ويجهد كل الأهداف النبيلة لثورة 25 يناير والتي سال من أجلها دم الشهداء فلا عيش ولا حرية ولا عدالة اجتماعية ولا كرامة إنسانية في ظل التسلط والديكتاتورية ويؤكدون جميعا على تضامنهم مع كافة القوى الوطنية الثورية في الدعوة إلى حشد جموع المصريين للمطالبة بإسقاط هذا الإعلان الدستوري مع إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بما يضمن عدم الغلبة لجماعة أو فصيل أو تيار ويضمن أيضا تمثيل كافة قوى وفئات وطوائف المجتمع كما تعلن جموع الفنانين أنها منضمة في جميع ميادين مصر بالتظاهر والاعتصام مع القوى الوطنية المصرية إلى أن يسقط هذا الإعلان الدستوري وتتحقق كل مطالبنا. عاشت مصر حرة وعاش كفاح شعبها العظيم.